مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة تشير الجيادية. كما كتشوفوا معنا هذه واحد المسنة اللي كتقطن في بيت قزديري، كما كتشوفوا بأحد الأسطح ديال أحد المنازل هنا بمدينة تشيرة، واللي كتعيش ظروف اجتماعية مزرية وظروف صعبة، وبعدما أصيبت بشلل نصفي على مستوى الأرجل ديالها اللي ما كتقدرش يعني أنها تمشى، يعني ولات زحفة كما كتشوفوا إخواني الكرام اللي غادي نقربكم من القصة ديالها. وكنتمنى أنكم تبارطاجيو هذا اللايف باش أن النداء ديال هاد المسن يوصل القلوب الرحيمة، لأنها بعد ما ماتت العائلة ديالها ولات وحيدة بدون أي سند. مرحبا أم حليمة، مرحبا. أشنو القصة ديالك أم حليمة؟ القصة ديالي أنا كنت بغيت نمشي للعمرة، أيه وني بغيت نمشي للعمرة ما كانت عندي غير 38 أيه وما مشيتش، وتفقست وزحفت من رجليا وبقيت زحافة 3 سنين هذه وأنا زحاف. أنا بغيتي تزوري داك المقام بغيت نزور داك المقام وما كتاب لياش، ما بغاش يدوني بداك 38، وليت مني زحفت راني خسرتها على رجلي، دقيت بيها البراوات دابا وليتي مشللة تقريبا. مشلة دروكا، كان ما نقدش نمشي وما عنديش من يرفع عليا، كاينش اللي يرفع عليا، ما كاينش اللي يجيب لي شي حاجه. العائله ديالك فين هي؟ العائله الله يرحمها كلها مات، حاولي تضربي بالجهد شويه. العائله ماتت شحال هادي باش مات العائله ديالك؟ شحال هادي راشي بكري ماتوا، ماتت ماي، مات با، ماتوا خوتي، ماتت اختي، كلشي مات. وبقيتي انت بوحدك؟ بقيت غير انا بوحدي ومربيه واحد البنيه سام مريضه حتى هي، كتطلع عليا بعض الخطرات تجي عندي، بعض الخطرات ما عندهاش داي مسكينه، يعني ما كيطلع لك حد؟ ما كيطلع لي غير الله سبحانه وتعالى، والجيره اللي ساكنه حداه مراه كاين مساكن كيتي كيجوا عندي كيجروني بالكروسه، كيدوني بالكروسه كبني الحق الوقت كيجيبوني، كنترزق الله داكشي اللي نترزق به الله، كنخلص به الكرا ونشري الدواء. عندي 3000 تاع الدواء. والدواء ديالاش؟ عندي الدواء تاع الروماتيز، عندي الدواء ديال الطونسيو، عندي الدواء ديال القلب، والحمد لله. شحال انت ساكنة يعني في هاد الدار اللي قصديرة؟ كنت ساكنة في واحد الدار اخرى وتحولت لهادي شي 4 شهر هادي ولا 5، الحمد لله احنا ساكنين دايرين نمشيو عند الله. شكون كيصرف عليك؟ ولا ترزقت الله راني كنصرف على راسي. هاي كتمشي تطلبي؟ اييه كنطلب، كاينش اللي يعطيني شي حاجة لما طلبتها، شكون مع المحسنين كنطلب، اللي جابها الله راه كنمشي للجامع كنصلي الجمعة، اللي جاب الله شي راني كنجيب كنصرفو كنخلص الكرة، كرة ما غادي يسمح ليا فيه حد. اللهم لك الحمد على فضل وحسن. شنو الأمنية ديالك أم حليمة في هذه اللحظة؟ باقي فيا غير ما زر السيد النبي هو اللي باقي فيا، باغي تمشي للحج؟ باغا نمشي للحج هو اللي باقي فيا، انا ما بعدي حتى شي حاجه اللي بقات فيا، والولاد اللي ما وليتش صافي.